السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حاب أتكلم عن معلومة بسيطة يمكن ناس كثير ما أخذوا بالها منها، وهو أنه عند شراك الكاتشب من نوع هينز هتلاحظ أنه فيه رقم 57. إيش هذا رقم 57 وإيش حكاية الكاتشب وإيش حكاية ده؟ أول شيء بديكم معلومة عن هذا هينز. هذا هينز شخص أمريكي من أصول ألمانية، كان يساعد والدته أنها تسوي مخللات وطرشي، فهذا اكتسبوا خبرة كبيرة. أما رقم 57 إيش هذا؟ وهو إنه كان مرة ماشي وشاف دعاية لأحد المصانع اللي تصنع الأحذية الله يكرمكم، ولقى مكتوب إنه عنده عدد منتجاتنا 21، فقال أنا ليش ما أستخدم هذه الفكرة وأكتب إنه عدد منتجاتي كذا. راح عدد منتجاته لقاه إنها تتجاوز أكثر من 60، بس انه استوقف هذا الرقم 57. استوقف هذا الرقم، يقال انه هو كان يحب رقم 5 وزوجته كانت تحب الرقم 7، فاستوقفوا هذا الرقم. طبعا هم حاليا منتجاتهم اكثر من كذا بكثير بكثير بكثير. وبرضه في علبة كاتشب هتلاحظ انه هنا كمان في رقم 57 وهنا رقم 57. يقول لك هذه الفائدة حقتها انه لو انت لقيت صعوبة انك تعصر او يعني انك في صعوبة انك تنزل الكاتشب من هنا، احيانا سبحان الله الكاتشب انعزق هنا، فلو تضغط على الرقم 57 في اي علبه هذه تساعدك انه الكاتشب ينزل بسرعه او بسلاسه. طيب نيجي على اسم كاتشب. كاتشب دي جايه من ايش؟ ايش معنى كاتشب؟ طبعا هناك قولان انه اسم كاتشب هذه اصلا من كلمه صينيه، وهذا حقيقه لان انا اكثر امين عليها، ومعناها السمك المخلل او السمك المملح. وفي تانية كلمة فرنسية، وأنا حقيقة أميل على كلمة الصينية أكثر من الكلمة الفرنسية. والسلام عليكم.